وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي فقيه المحلل الاقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي الأسباب التي ساهمت في حصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى في التعافي السياحي؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا حصول مملكة البحرين على المركز الأول في التعافي السياحي يعكس دور المملكة في نجاحها في التعامل الجاد والتصدي المبكر لجائحة فيروس كورونا والأخذ بالتدابير الوقائية، كذلك تطوير المشاريع السياحية والذي أدى بطبيعة الحال إلى الفتح المبكر للسياحة وإزالة القيود المترتبة على المسافرين القادمين إلى المملكة عن طريق مطار البحرين الدولي أو جسر الملك فهد. أدى ذلك إلى انتعاش كبير في قطاع السياحة والمطاعم والفنادق وغيرها من القطاعات الحيوية. طبعا الدراسة اللي أجراها موقع money.co.uk عن الدول اللي تعافت فيها السياحة بشكل كبير في عام 2021 مقارنة بالعام 2019 بهدف قياس مدى عودة تعافي قطاع السياحة فيها، جاءت المملكة في المرتبة الأولى بمعدل تعافي سياحي بلغ 95%. وطبعا هذا يرجع إلى اهتمام حكومة مملكة البحرين لقطاع السياحة واللي يعتبر أحد الأركان الأساسية للاقتصاد البحريني. نعم أستاذ علي، ما هي توقعاتك للسياحة في البحرين لهذا العام والعام المقبل؟ طبعا احنا متفائلين ان مملكة البحرين راح تشهد انتعاش كبير في قطاع السياحة واللي راح يكون له أثر بالغ على الاقتصاد البحريني. أحب أنوه بأن الاستراتيجية السياحية للمملكة مملكة البحرين 2022-2026 واللي هي جزء من خطة التعافي الاقتصادي راح تساهم بشكل بالغ، خصوصا الاستراتيجية تهدف إلى مساهمة السياحة في الناتج المحلي بنسبة 11.4%. وطبعا مساهمة السياحة في الاقتصاد في عام 2015 كان فقط 4%. نعم. وراح تهدف الاستراتيجية كذلك إلى زيادة أعداد المسافرين إلى أكثر من 14 مليون سائح خلال العام 2026 وتنويع المنتج السياحي وإبراز مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي. نعم. كل هذه الأمور راح يكون لها الأثر كبير في إنعاش السياحة في مملكة البحرين. نعم. خلال هذه السنة وخلال السنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ علي فقيه المحلل الاقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.